وزير الخارجية سامح شكري: إسرائيل تمارس حرباً لا مثيل لها، و2.4 مليون فلسطيني في حاجة للمساعدات. أوقاف القدس: 20,000 شخص أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم تجديد الاحتلال. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أولمرت يتهم نتنياهو بالسعي لحرب شاملة بعد التسبب في أحداث 7 من أكتوبر. مستشفيات الشرطة توقع الكشف مجاناً على السيدات يوم الجمعة من كل أسبوع. إجمالي تراجع الذهب في مصر يتجاوز 1075 جنيها للجرام منذ توقيع صفقة رأس الحكمة.